جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. وبعد ضغط كبير وطلبات ملحة وأسئلة عديدة وعجيبة وغريبة وصلت على الريبوندر متاعنا 73 24 3000، الحقيقة قررنا أن نعمل حصة خاصة في بوليتيكا بمسألة الماء ودار الماء. ذلك علاش بحثنا سعد البلعيد المدير الجهوي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، بمعنى أنه المدير الخاص بولاية سوسة المنستير المهدية القيروان والقصرين. سعاد المرحبا وبيك، شكرا على قبول الدعوة. كانت قربك الميكرو بحذاك. وأيضا بحثنا رئيس إقليم سوسة للشركة بيدها دار الماء سي نور الدين بوعيزة، مرحبا. شكرا على قبول الدعوة. الحقيقة معناتها قلت لك عندي سؤال اللي كنت سي نور الدين سي عادل معناتها كان تسمح محيرني تو 3-4 أيام. هو كما قلت قررنا واحنا صغار انه الماء لا طعم ولا لون ولا رائحة له، هذا اللي قررهولنا على الأقل في الإقاضة العلمي ولا في السيونس في الثانوي. أما الماء اللي اليوم نلقاوه في السبالة التونسية فيه الطعم وفيه اللون وفيه الرائحة، بمعنى يا أنتم تعطيوا فينا مش ماء يا اللي قررهولنا غلط، سامحونا اللي قررهولنا. لا، هو الماء لا طعم ولا رائحة، صحيح. حاليا في الفترة هذه بالذات نختم الفرصة باش نحب نقولوا نحن على الأمواج إذاعتكم لطمأنتهم والحرفاء شريكة ونقولوا لهم أن ماء سوناد راهو يقع مراقبته صحيا بطريقة ذاتية من طرف أعوان الشركة، وعندنا عين خارجية هي مصالح وزارة الصحة. دونك عندنا زوز مدخنين يتبعوا ويراقبوا في يعني نوعية المياه الموزعة. دونك نحن أولا كما بكري قلت لك أنه المياه الموزعة نزيدوها مادة الكور بنسب محدودة ما تفوتش 1.2 ملغرام في اللتر. هنا كيف ناخذ ونقعد نتبعوا حتى ليوصل الحنفية، احنا كي ناخذوا عينات للمتابعة باش نثبتوا في النقاو يعني باش بلا سويت باش نعملوا لهم اناليز بكتيريولوجيك نثبتوا في نسبة الكلور المتبقي. أو ثم التحاليل هذوما تعملوهم بعد ما يخلط الماء في السبالة منين؟ معناتها تمشيو لديار المواطنين تاخذوا شوية ماء العينات ناخذوهم من الخزان وناخذوهم في نقاط متعددة حسب المواصفة، هي تعدلنا عدد العينات اللي ناخذوهم اللي بوان بيبليك ندخلوا مثلا في قهوة ناخذ عين وبالضبط ناخذوا العينة هذيك. أول حاجة نثبتوا فيها هو نسبة الكلور المتبقي، كي نلقاو نسبة الكلور المتبقي صفر ما في ما بين في صفر 2 صفر 1 أنا لهذيك أول بريمي بوان نقولوا الحمد لله الماء نظيف قبل ما نمشي ونعملوا له التحاليل بكتيرولوجيك باش بلا سويت تزيد يعني ثبتوا في سلامه المياه. سلامه المياه كي يبدا موجود الكلور متاكد انه هذيك سي تان انديكاتور دو معناتها راهو هذاك ما صحي تريتمون صح. اي فوالا ايه ما ساعدني ما جاوبتنيش معناتها باهي مازلنا ما وصلناش احنا الكلام هو لا بدنا نبداو بهذا معناتها لحظه برك تنجيك سعد نور الدين معناتها ابو معيزه انت ليس كريم سوسه انت بدك قريت معناتها الماء لا طعم ولا لون ولا رائحه له، اللي جاي في السبالة اليوم فيه اللون وفيه الرائحة وفيه الطعم معناتها ماهوش ماء. ميسيرش نكمل لك هو ميسيرش نكمل لك انا بكري قلنا ما فيش لا ضوء نورمال ما هذا اللي يلزم لا لون ولا رائحة. بارفوا انت كي تلقى اللون هو نحن من شبكات توزيع بصفة عامة عرضة للكسور سواء تكون يعني سبونتاني ولا بروفيكي مقاول ضربها باش نقوموا بالاصلاحات. اصلاحات لازم تدخل طرف تراب كذا هذيك تولي عرضيه نتاع بعض دقائق ساعات وبعد تتنحى. دونك هذايا باش ترى لون اصفر ولا حاجه بيان سور فما راي انترفونسيون صارت في المنطقه هذيك ماهيش باش تلقاها على كل الشبكات مي تلقاها لوكاليزي في ان كارتي في جهه صارت فيها بالضبط فيها لي ترافو ريباراسيون اللي تصير فيها الكسر لازم باش يدخل التراب خاطر انت باش تقوم بالاشغال نتاعك مش باش تجي انت تعقم ولا باش تخدم واحد دونك باش تخدم سير شانتي معناتها لازم باش يدخل شويه تراب في معناتها لو مومون دو ريباراسيون. دونك هنا هذا في الحاله الوحيده اللي نجم يكون فيها الواحد بارفوا يراو الاول لون الابيض الابيض هذاك كي تاخذ انت الكاس فلا سويت تخليه يرتاح هذاك سي لو غاز الموجود في الماء كي تخليه ان سيرتان مومون متاكد انه راهو هذاك الابيض راهو مش اوساخ ولا اتربه ولا حاجه هذاك سي لو غاز تراه لون عنده ميل للبياض دونك هذاك ريحه الغاز الاكحل معناش اكحل مستحيل باش تلقى ماء اكحل مسدد معناتها على ليميت لا ما نسديد باش نعطيك حاجه برك باش نفندن لك الكلام تاعك احنا شبكه نتاعنا
دونك اوروزمون مالوروزمون نحنا نوعيه الماء نحنا فيها لو كالكير زيد شويه مي توجور في لو نورم تلقى في غرام غرام فاصل 2 غرام فاصل 3 بيان سور اكثر من 100 الماء عدنيه. هل سالينيتي في الواحد اش مش تكون في الشبكه باش تكون يعني اون كروت دو كالكير في الكوندويت هذيك باش تحمي دونك ما فماش كونتاكت ما بين الماء والكاناليزاسيون دونك اون را با مثلا حتى كان عندنا دي كوندويت يبداو انفون ما فماش اوكان كونتاكت باش تصير رياكسيون باش يولي مثلا صديد باش ترى احمر ولا حاجه هذاك بارفوا كان لقيته مستحمر بتاتا نوع كان في لي ترافو اكاو اما باش تلقى ما فيه عنده لون مستحيل هذا كان وقت يجي حاله ظرفيه وقت الريباراسيون النقطه الاولى تو حاليا هو التشكل كبير وتو حسب التدخلات ويقول لك الرائحه وفي الحقيقه مش رائحه مش رائحه كريهه هو المواطن يعني يستانس بطعم تغير له الذوق المذاق نتاع الماء تغير يمشي في والمذاق اللي تغير هو ناتج فنيا عن تغيير في نظام تشغيل قناه التوزيع والسبب بشنو هو ارتفاع المفاجئ للاستهلاك اللي في الفتره الاخيره اللي كانت موجه الحر اللي تعدت بها فاتت اسبوع خلات انه هل فنيا انه نظام تشغيل دونك سي ريجيم دو كولمون معناتها الفيتاس اكبر تبدل المذاق نتاع معناتها كي تقوي في البريسيون يولي المذاق لا مش لا فيتاس فيتاس مش بريسيون فيتاس كيفاش معناها خاطر انت فما احتكاك في وسط القنوات دونك الكالكير باش يولي الريزيدو نتاعو اكثر تطلع سالينيتي وكو يتبدل المذاق يملح معناتها الماء اي شويه المذاق يتغير جوهره اف ام جوهره اف ام الدنيا وما فيها